نختتم فقرة المقالات وأعمدة الرأي من أخيرة الأخبار ومع حيدر المكاشفي وزاوية بشفافية أتت اليوم بعنوان إذا غاب النشر حضرت الشائعة. يبدأ حيدر زاويته بالقول سرت في الأونة الأخيرة موجة من الشائعات التي أثارت القلق والهواجس في أواسط المجتمع، وكان كثيرون قد تصدوا لمضامينها وتفنيدها من مختلف الجوانب غير جانب أراه مهما يتصل بالنشر الصحفي. وفي هذا تحضرني مقولات نذكر منها الممنوع مرغوب والمحظور يثير الفضول وخلافهما من مقولات كثيرة. يضيف المكاشف لهذا يعجز المرء عن فهم ما ترمي إليه بعض وليس كل قرارات حظر النشر في قضايا لا تستحق إصدار هكذا قرارات، علاوة على امتناع بعض الجهات الرسمية لذات الصلة بالموضوع التي تروج حولها الشائعات عن الإدلاء بإفادات لتوضيح الحقائق. فليس لهذا التصرف من فائدة ترجى لصالح القضية محل الحظر والامتناع عن الإبانة، اللهم إلا إذا أريد للشائعات أن تنتشر. يزيد المكاشفي ليس من بديل النشر سوى الشائعات والتسريب والشنشنات التي ستجد رواجا في مجالس الأنس والثمر والملتقيات الاجتماعية والاتصالات الهاتفية. يختتم المكاشفي زاويته بالقول ليس من العدل ولا من المنطق أن يقمع حق الصحف في أن تنشر ويزدر حق المجتمع في أن يعرف مقابل اتهامات ظنية مسبقة، والأعدل والأصوب هو عدم المساس بحرية النشر مع محاسبة من يقع في المحظور. بعد الفصل مشاهدينا الكرام، فقرتنا التحليلية يصحبني فيها اليوم رئيس تحرير صحيفة مصادر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المجيد عبد الحميد. ابقوا معنا.